أهلين، أنا دانا حمدان. اليوم عملت أول ميك اب تيتوريال لإلي مع بوتيكات. يعني لما سألوني دانا أنت أي لوك رح تعملي لنا اليوم، قلت لهم أنا بدي الناس تشوف الشغلة اللي بيشوفوني فيها دايما، بدهم يشوفوني حقيقية، الميك اب اللي أنا بستخدمه، الألوان اللي أنا دايما بعملها، عشان تبدأوا تعرفوني أكثر، تتعرف على شخصيتي أكثر. أكثر إشي بالنسبة لإلي مهم هي الحواجب، بحس إنه هي اللي بترسم شكل العين كله، يعني إذا الحواجب مش مزبوطة بتغير كل شكل العين. رح تلاحظوا أن أنا استخدمت ألوان كلها، يمكن هاي أكثر ألوان أنا قريبة لإلي، بحس أنها بتخليه بشكلي glowing. خاصة يعني رسمة العين، الألوان الترابية هاي أكثر ألوان أنا بحبها. الأينينر مهم بالنسبة لي، ما بستغني عنه أبداً. الرموش اليوم استخدمت رموش هدى بيوتي لأنه هدول أكثر رموش أنا بحبهم. كثير بحب اني احط اللون الابيض جوا العين عشان بحس انه بيوسعها. انا كثير كمان بحب في البلاش، وحلو انه هلا لانه كنت زمان استخدم الحمره على فكره، قبل ما احط البلاش الباودر كنت احط الحمره، فهلا صار في الوت اوف براند عم بيعملوا الكريمي بلاش، وانا بالنسبه لي هذا اتس ذا بيست لانه بيعطي فيري ناتشرال لوك. طبعاً مع الليب لاينر اللي هو أنا أكتر إشي بستخدمه ميك اب فور ايفر. ثانك يو بوتيكات ان انتم اعطيتوني هالفرصه. انا طبعا يمكن اللي ما بيعرفني انا دارسه فاشن ان ميلانو، وهذا العالم هو عالمي، يعني انا اليوم حاسه حالي انه انا ببيتي بعمل الشغله اللي انا كثير بحبها، فيا رب يكون عجبكم وثانك يو كثير.